أطفالك أبوهم مات بفخر، مات بشرف، مات شهيد، وإذا هو مات أبوهم الأكبر هو وزير الدفاع. اي والله هو ابونا وهو اخونا، الله يشهد على لساني وبصادقه. انا بس اغيد الراتب مال زوجي، باري اعيش انا واطفالي نعيش بكرامه ونعيش بعزه نفس، ما اطلب منه مشي بس الراتب مال زوجي. وياك اب وزير الدفاع. والله هو ابوي واخوي، بس الراتب مال زوجي هم الله يدح الله ينطينه ان شاء الله دنيا واخره، بس الراتب مال ابو اولادي يطلع، ما اريد كل شيء من الله بس هذا الشيء. نحن جادين وعازمين إن شاء الله على رعايتهم بكافة إمكانيات الدولة. اليوم ويانا ممثل وزير الدفاع، جينا حتى نشوف هذه الحالة مال تهاني، فيا ريت تاخذونا وياكم باعتباركم إدارة المخيم. تمام، اهلا وسهلا. الله يسلمك. استنى نروح ان شاء الله. تمام. زوجي هو كان بوزارة الدفاع كيوني داوم. نعم. دخل داعش على الموصل. بكانه غاحت تهيكلت بكانه. هو جاء على البيت 2016 لما المنتزمين مال وادي حجر، نحن كنا قاعدين بوادي حجر. نعم. وقت لما المنتزمين مال وادي حجر تقريبا بغى ايام جو علينا. جو سألوا على ابو اولادي. ابو اولادي منو؟ داعش. داعش. نعم. جو سألوا عليه، أخذونه من يم دورة قاسم الخياط، ضربوهم قاذفة، هيم أربعة سيارة الفكترة، هذا واحد منهم بين وزوجي. 2016 يعني هم قاعدين بالسيارة ضربوهم قاذفة؟ إيه، حتى واحد منهم هذا الضخم الأبيضاني، هذا واحد منهم هذا زوجي. إيه، سدوهم يم طب العدل. نعم. صار جو دني ليل علينا، قالوا روحوا خذوا هذا المرتد من يم الباب ما طب العدل، واحنا ابونه واخونه جابونه. نعم. راحوا ستونه بالمقبره دفنونه ورجعوا. نعم. موجوز القبر مالتهم. نعم. وطلعوا علينا وكادر طبيهم شافونه. نعم.